كي تفلحوا. إذن الأمر قد يأتي لماذا؟ للدوام. انظر إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الأمر هنا ماذا يفيد؟ ها؟ للدوام. لأنهم مهتدون، أليس كذلك؟ ولذلك يصلون، هم مسلمون، المسلم مهتد، أليس كذلك؟ إذا إنما يقول بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم، إذن أثبتنا على الصراط المستقيم. هو يقول بأن الأمر هنا هل يجوز أن يكون للدعاء؟ انظروا في هذا. وماذا؟ تسخير؟ برهب كيف ذلك؟ لا، في التسخير يكون شيء مرة واحدة في اللحظة. تسخير ليس تدريجيا. في اللحظة، يعني في لمح البصر، كن فيكون. فهمت؟ الدعاء إذا نظرنا بأن الطلب من الأدنى للأعلى، تفهمون هذا؟ الدوام إذا نظرنا بأن المطلوب موجود، بأن المطلوب موجود. إذا كان المطلوب موجودا، إذا لا يكون، لا يكون أمرا، لا يكون طلبا، يكون الآن للدوام. إذا كنت للدعاء أنت نظرت إلى شيء، إذا كنت للدوام نظرت إلى شيء آخر. كنت للدعاء بالنظر إلى أن إلى أن الطالب يطلب ممن هو فوقه، إذا هو الدعاء هنا. إذا نظرت بأن هذا الذي تطلبه موجود، إذا الأمر هنا يكون للدوام. لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، ولذلك يقول لك النكات البلاغية لا تتزاحم. يعني لي أن أنظر إلى هذا فأقول هذا، ولي أن أنظر إلى هذا فأقول هذا، وكلنا لصور، ليس كالنحو، الفاعل هنا فاعل، لابد من هذا. في مثال فقط في البلاغة تستطيع أن تستخدمه في 70 بابا من أبواب البلاغة، في 70 بابا من أبواب البلاغة، لأن الاعتبارات هنا ستختلف. أنت تنظر إلى هذا المعنى، حتى في قول الشاعر تجد الشاعر هنا عندما يقول بيتا يأتي البلاغيون يختلفون حول المعنى، زي يقول لا الشاعر أراد هذا، كلنا على حسب ذوقه، وهي الذوق المعتبر هو الذوق المؤسس على الأدب الذي امتلأ من الشعر، من النصوص الجيدة، القرآن، النصوص الجيدة من الجاهلية الجهلاء، حفظ كل هذا. هؤلاء هم الذين تعتبر أذواقه، وكان منهم جار الله الزمخشري عليه رحمة الله، والإمام عبد القاهر الجرجاني. والعجيب أن الجرجاني ليس عربيا، ولد في جرجان وتعلم في جرجان وتوفي في جرجان، لم يخرج. العلم منيحة من الله، يفتح الله على من شاء بما شاء، وإذا فتح الله عليك ولو كنت في جهر ضب فإن العلم سيسري في مفاصلك، وإذا منع الله منك وإذا منعك الله من العلم فلو كنت تلميذا للإمام مالك والإمام الشافعي أنت أخذت عن الأربع، لن تتعلم يا مولانا. ولذلك لا تختفي بالاجتهاد، ادعو الله أيضا، إنما يقول ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. لا تنسى الدعاء، دائما تدعو الله. جلال الدين السيوطي عندما شرب زمزم، شرب زمزم على أن يكون، وهو يسأل الله أن يجعله في مرتبة الإمام ابن حجر العسقلاني في علم الحديث، فهو وإن لم يبلغ أن يكون أمير المؤمنين إلا أنه قارب، قارب. إذا كان السيوطي يدعو الله فما بلغ بغيره. دائما أدعو الله وأخلص النية أيضا في العلم،
تتلقى هذا العلم لتنشره ليس لتملى جيبك، لتفيد الأمة، لتفيد الأمة. أخلص النية بهذا يفتح الله عليك. سعد الدين التفتزاني كان بليدا جدا، وكان من أخسر الطلاب شيخه بلادة، ولكن في وقت من الأوقات وجده الشيخ تغير بين عشية وضحاها. ما الذي ينظر إلى تلميذه يرى هذا غير سعد ولك شيء؟ لأن السعد التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلحامه جاء من النبي، رأيت؟ وهكذا دائما اسأل الله أن يفتح عليك في كل وقت، بعد كل صلاة. أين نحن؟ الذوق المعتبر. والجرجاني ولد في جرجان وتعلم في جرجان وتوفي في جرجان، والزمشري هذا عجم من بلاد ما وراء النهر، كان أعرج، تعرف الأعرج؟ كان يمشي بأكاز، ولذلك يقال لولا الأعرجان لذهبت بلاغة القرآن. الأعرج زمخشري ومن؟ وسكاكي، كلاهما كان أعرج، ولكن الله فتح عليه. زمخشري خرج وجاب البلاد كلها، كان إذا نزل في مكان ترى الناس جميعا حوله يستفيدون منه. أينما حل الأشاعرة يأتون، ومع ذلك يضربهم في مجلسه. حتى في التفسير قالوا بأنه أراد أن يكتب في مقدمة تفسيره الحمد لله الذي خلق القرآن، لأنه كان معتزليا وكان لا يخفي هذا، هو لا يخفي مذهبه، ليس منافقا أبدا، ليس كهؤلاء الذين تجدهم على مذهبهم وإذا ما نسبوا إلى شيخهم يغضبون. أنت تقول لي أشعري كيف أغضب؟ أنا معتز بهذا. تتحدث هنا عن أبي الحسن الأشعري، سبحان الله، هذا الذي أخلص المعتزلة وأسكت الفلاسفة وبكت الملاحدة. إنما تقول أشعري، أنا أقول مسرورا بهذا. إذا قلت مالكي أنا والله أسعد بهذا، كأني بشرت بأني من العشرة المبشرين بالجنة. والشافعي كذلك، والحنبلي أيضا كذلك. ولكن إذا وجدت الإنسان ينسب إلى شيخه أو إلى إمامه ثم يغضب، فاعلم بأنه هو على يقين بأنه ليس على الحق، ويعلم يقينه. وإلى كيف تغضب؟ كيف تغضب إذا ما نسب إلى شيخهم يغضبوا؟ أليس كذلك؟ حتى لا أستطيع أن نمسك بالإسم هنا يا أولا. رأيت؟ ولكن إذا كان شيخك إماما أنت لا تخشى، تقول أزهري، أنا أزهري، ترى واحد لم يدرس في الأزهر أصلا ولكن يكتب أزهري ليخيف الناس، ليقول بأنه أخذ من قبلة العلم. واحد مرة هنا بمصر فقط لم يدرس، لم يتعلم، أنا كنت في الأزهر يشتري هنا الإمام الأزهرية وانتهى، يصعد المنابر، ناس يروا سبحان الله، رجل هذا سبحان الله عنده علم الأزاهرة يشعر، وهكذا. ولكن هناك جامعات عندما ينسب إليها الطالب الناس يأخذون حذره، يعني أستمع إليه ماذا سيقول الله. أليس كذلك؟ فتح الله علينا جميعا، آمين. أيوة، هذا هو الذوق المعتبر. إذا انتهينا من ماذا؟ من الدوام. نأتي على معنى آخر من معاني الأمر. ما هو الضوار؟ الأمر كان ولكن الدوام هذا أين ندخله؟ أين ندخل الدوام؟ فيه طلب
أو ليس في طلب؟ طلب الدوام. إذن على ذلك سنخرجه ولنا أن نتركه أيضا. نجعله بأنه فيه طلب ولكن ليس فيه استعلاء. ولنا أن نجعل أن نقول بأنه ليس فيه طلب أصلا لأنه موجود. كل ما في الأمر هو الاستمرار. نأتي على معنى آخر من معاني الأمر وهو التعجيز. الأمر قد يأتي بالتعجيز ويستعمل في مقام إظهار عجز المخاطب. الذي يدعي أن في وسعه فعل المأمور به الأمر قد يأتي للتعجيز. عجزه يعني حمله على العجز على أن يظهر عجزه. تفهمون هذا؟ ففي قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله هذا ما خلقه الله. فأروني هنا أمر أليس كذلك؟ الأمر هنا ماذا يفيد؟ هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء؟ لا، لا يوجد طلب هنا. سيقول قائل في طلب؟ لا يوجد طلب. ماذا طلب؟ لو كان في طلب لكن المعنى أن الله يأمره على سبيل الوجوب أن يروه ما الشيء أن يروه الشيء الذي خلقه غيره. هل الشيء الذي خلقه غير الله موجود؟ يوجد شيء لم يخلقه الله؟ لا. إذن هذا مستحيل. هل يطلب المولى من البشر أن يأتوا بالمستحيل على سبيل الوجوب؟ لابد من أن تأتوا بهذا. إذن الأمر هنا ليس على بابه. ولكن ماذا يفيد؟ التعجيز. أنتم تتشدقون بأصنامكم، تكلمون كثيرا، كل هذا خلق الله يعني مخلوق الله. المصدر هنا بمعنى اسم مفعول. فأروني ماذا خلق الذين من دوني. أروني شيئا خلقه غيري. إذن الصيغة عندما تأتي هنا إلى المخاطبين الذين يتعنتون في كفرهم، إذن هم بأنفسهم ينظرون على كذا. هل نستطيع أن نأتي بهذا؟ لا نستطيع. إذن فيظهر عجزهم ويظهر ضعفهم. إذن لابد الآن من الاستسلام. فأروني، هل تستطيع أن تري الله شيئا خلقه غيره؟ لا. إذن في مقام إظهار عجز المخاطب، أنت تريد أن تظهر عجزه. المولى يريد أن يظهر للناس جميعا عجزه، أن يعتوا بشيء خلقه غيره. كل فهم هذا؟ انظر إلى قوله تعالى
فأتوا بسورة من مثلي. فأتوا بسورة، هنا أمر، فأتوا هنا أمر. الأمر هنا ماذا يفيد؟ على فعل أمر مبني على حذف النون، والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. المولى ماذا يقول؟ فأتوا بالصورة. هل معنى ذلك أنه يلزمهم، يجب عليهم أن يأتوا بالصورة؟ يعني الله يطلب منهم لابد من أن تأتوا بالصورة، وإلى أعذبكم تعذيبا. هذا ليس مطلوبا. إذا ما المقصود بالأمر هنا؟ التعزيز. يعني إذا ما سمعوا صيغة الأمر سيحاولون، سينظرون، هل نستطيع أن نأتي بمثل القرآن؟ فأتوا بالصورة من مثله، من مثله، يعني من مثل القرآن أو من مثل محمد. يعني الصورة من مثل محمد في كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ. إذن الأمر هنا لتعجيز، لأنهم أمروا بهذا وهم أنفسهم يراجعون أنفسهم، ثم يظهر لهم بأنهم لا يمكنهم أبدا أن يأتوا بمثل القرآن. إذن سيظهر عجزهم وسيبدو ضعفهم. إذن ليس الأمر هنا على بابه، وإنما المقصود بالأمر هنا هو أن المولى يريد أن يظهر للناس ضعف هؤلاء. تكلموا كثيرا، كل ما في الأمر تعالوا فقط بمثل بصورة من مثله وينتهي الموضوع. النبي لن يدعي النبوة بعد ذلك، لن تكون هناك، لن تكون هناك غزوة. فأتوا بالصورة فقط، نظروا نظروا نظروا، حاولوا حاولوا، هم بأنفسهم علموا بأن هذا ليس من كلام البشر، ولذلك تخبطوا. أحيانا يقول عنه ساحر، أحيانا يقول أساطير الأولين، أحيانا سهر، أساطير الأولين. هم لم يستطيعوا أن يستقروا على قوله، كبرياء وعصبية أيضا. إذن الأمر قد يأتي للتعجيز، وهذا في مقام إظهار عجز المخاطر الذي يدعي أن في وسعه وفي قدرته أن يفعل شيئا ما، فيؤمر بالأمر. ثم إذا حاول أن يأتي به ظهر عجزه وبدا عواره وافتضح أمام الملأ. تفهم هذا؟ تقول واحدة كذا حاسد، حاسد. أنت تعلم يعني الحاسد أبدا لا يكر للمحسود. الحاسد لن يقول لك وهو يحسدك، لن يقول أبدا بأنك عالي. تفهمون هذا؟ والحسد هذا منتشر بين العلماء ويرثه الطلاب أيضا، حسد شديد جدا. حتى الإمام السيوطي، أنتم تعرفون السيوطي؟ من الناس من يقول بأن السيوطي لا يعرف شيئا، وأن جميع مؤلفاته مسروقة، وأنه يدخل في المكتبة المحمودية ويأخذ الكتب ويغير عناوينها. تفهم هذا؟ ومالك رضي الله عنه منهم من وقع فيه، والإمام الشافعي منهم من وقع فيه، وأبو حنيفة منهم من قال بأنه ليس محدثا. هذا الفقيه الكبير الإمام العظم منهم من قال بأنه ليس محدثا، الإمام الشافعي منهم من قال بأنه ليس محدثا وأخذ الموطأ عن مالك، الإمام أحمد بن حنبل منهم من قال بأنه ليس فقيها، ومن أيضا، وهكذا كثيرون عبر التاريخ من أهل الفضل أنكر بعض الناس فضله. إذا واحد ينكر عليك يقول لك هذا الكتاب لم تؤلفه، تألفت كتابا ظهر سبحان الله كتاب بدع في بابه،
بدع في بابه لم ينصر على منواله، على حسب ماذا يقول. كل يستطيع أن يكتب مثل هذا، كتاب سهل جدا، هو عبارة عن بعض الفصول وكذا. لما يقول هذا أمام الطالب المبتدئ يظن الطالب حقا بأن أمر سهل. أنت إنما تسمع هذا تقول ماذا تقول لهم؟ اكتب مثله. إنما تقول اكتب مثله ماذا تقصد هنا؟ لأنك تعلم بأنه بليد، حتى لو عمر عمر النور لا يمكن أن يكتب مثل هذا. إذا تقول اكتب مثله، قل والسيوطي حاطب الليل، تقول اكتب مثل ما كتبه السيوطي، زمخشري كذا وكذا، اكتب مثل ما كتبه زمخشري، حتى نكتب تفسير المعتزلي لنأخذ تفسيرك يا سني. هو إمام أهل السنة الآن، تفهمون هذا؟ وقع في زمخشري، قل يحذر الناس من تفسير ابن البشر، فهمنا يا مولانا، سنأخذ من نصيته، ولكن بشخص واحد، اكتب لنا مثل هذا التفسير. حتى لو استعان بالجن، لو استعان بالجن سيعجز يا مولانا، سيعجز. هناك كتب كذا فتح الله على بعض العلماء ولم يأتي غيرهم ليفعل مثله، هذا فضل من الله. أبو حنيفة خصه الله بهذه المنزلة، أنت لن تستطيع أن تكون أبا حنيفة آخر. مالك خصه الله بهذا، الإمام الشافعي كذلك، أحمد بن حنبل، هؤلاء الأربعة هم الذين يذكرون. حتى إنك لم تكن على مذهب من هذه المذاهب الأربعة نشك فيك، أليس كذلك؟ هذا فضل من الله. أنت إذا ذهبت تحسدهم على هذا مشكلة. الكتاب لسيبوي، منذ أن وضع سيبوي الكتاب وهو فارسي وتوفي صغيرا وقد تجاوز 30 بقليل، 33 أو 32 على خلافه، على كل حال كان في 30. منذ أن وضع الكتاب الذي لقب بقرآن النحوي، منذ أن وضعه إلى يوم الناس هذا، لم يستطع أحد أن يضيف بابا إلى علم النحو، لا يوجد. ابن طراوة كان يقول بأنه لم يجد بأن السيبوي أخطأ، يعني وقع في اللحن إلا في موضعين، يعني كتاب كبير جدا. ثم رأيتم الكتاب طبيا في أجزاء كثيرة، ولكن مع ذلك تبين لأهل العلم بأن المخطئ هو المخطئ. يعني ابن طراوة أنت ظننته خطأ، أنت المخطئ أصلا، ما قلت بأن السيبوي وقع فيه من اللحن، هذا لم يكن لحنا. والزجاج قال بأنه أخطأ في موضعين، بين أهل العلم بأنك أنت المخطئ. فهمت هذا؟ السيوطي من المتأخرين، لا تجد عالما جمع تراث الأمة مثل ما جمعه السيوطي. هناك كتب لولا السيوطي سبحان الله كانت هذه الكتب الآن ضائعة. هو استطاع أن يحفظ هذه الكتب. اقرأ في الأشباه والنظائر، قد يأتي أقصد الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي، يأتي رسالة كاملة لبعض العلماء. هذه رسالة الآن مفقودة، مفقودة. أشباه والنظائر في النحو، الإتقان، هل تستطيع أن تكون مفسرا دون أن تقرأ الإتقان؟ لا يمكن. هل تستطيع أن تكون فقيها في علم اللغة دون أن تقرأ المزهر للسيوطي؟ لا يمكن. هل تستطيع أن تكون محدثا دون أن تقرأ تدريب الراوي؟ لا. تدريب الراوي ليس شرحا للتقريب فقط، بل شرح للكلام علماء مصطلح الحديث. تجد كل هذا مجموع في هذا الكتاب. فهمت هذا؟ ولكن تجد من الناس من يحسد، لا يحسد الأحياء فقط، يمتد حسده إلى الأموات. والله العظيم هو بدأ يدرس الناس فيقع في سيوطي، يظن بأنه لا يستطيع أن يمكن نفسه إلا بالضرب بالكبار. أنت لا تضرب الكبار وإنما تضرب نفسك، تضرب نفسك. لحوم العلماء مسمومة، هناك أناس هؤلاء يجب أن يضربوا، ليسوا من أهل العلم،
أما الكبار هؤلاء لا يضربون، على زين يجددون العلوبة كذا، جدد أصول الفقه، جدد النحو، جدد كذا، هؤلاء هم أحق الناس بالضرب. أما أن تضرب هؤلاء الكبار لا. أين نحن؟ أحق الناس بالضرب الذين استفادوا من شروح التلخيص ثم ضربوا شروح التلخيص، هؤلاء أحق الناس بالضرب. يضرب من السكاكي أسلوبه ضعيف جدا، سعد الدين أسلوبه أشد ضعفا ركة، وتجد في كتابه ستجد بأن كل ما قاله مأخوذ من كلام سعد، عجيب جدا، عجيب جدا. اقرأ. الأمر قد يأتي للتعجيز. إذا من هنا ندرك أن التعجيز لا يوجد فيه طرف، أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولكن بما أنك تطولت علي أقول لك افعل، أنت افعل. هذا للتعجيز، أنت بهذا تنظر ترى بأنك لا تستطيع أن تفعل، تستسلم. إذا يظهر عجزك ويبدو ضعفك، إذا في هذا لا يوجد طلب. الأمر قد يأتي، قد يأتي الأمر للتمني، قد يأتي الأمر للتمني، التمني أو نترك هذا، قد يأتي الأمر للتهديد، التهديد يستعمل التهديد في مقام، في مقام عدم الرضا بالمأمور، بالمأمور به. التهديد هدده، وما هدده؟ خوفه، توعده، أبرق له وأرعد، قال هدده. الأمر قد يأتي للتهديد، يعني أنا أتيت بالأمر ولا أقصد أبدا تفعل، وإنما أقصد ألا تفعل. انظر إلى قوله تعالى كل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، كل كل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، كل الأمر هنا للوجوب على بابي، تمتع، تمتع ماذا يفيد؟ تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، الأمر هنا على بابه، يعني أن المولى يأمر الكافر بأن يتمادى وأن يستمر على كفره، هل يأمر بذلك؟ هل الأمر، هل المولى يأمر بالسوء والفحشاء؟ لا. إذا الأمر هنا ليس على بابه، ما المقصود بالأمر هنا؟ التهديد، التخويف، مخوف، كأنه يقول أمرتك بالخير بالإيمان، إلا أنك ما زلت متماديا على كفرك، إذن أنت لن آمرك بعد ذلك بالإيمان، سآمرك الآن بأخس الإيمان، تفهمون هذا؟ أنت واحدة كده تقول له أن يذاكر، هو لا يذاكر، لا يذاكر، أنت تريد أن تعاقبه على عدم المذاكرة، تقول له لا تذاكر بعد هذا اليوم، إن أمرتك بالمذاكرة، بالمذاكرة، لكنك لا تذاكر، إذن أنت لا تستحق الأمر بالمذاكرة بعد ذلك، أنت تستحق أخس ذلك، أنا أمرك الآن بأخس المذاكرة، لا تذاكر، لما تقول له لا تذاكر هو يعلم يقينا ماذا يأتي بعد ذلك، أليس كذلك؟ الله يأمر الكافر بالإيمان، آمن بالله،
أطع ربك، امتثل أوامره، ائتمر بأوامره وانتهي عن نواهيه، إلا أنه لا يزال متماديا على كفره. إذا ماذا يقول له المولى؟ أمرتك كثيرا، إلا أنك لم تقلع، لم تقف عن الكفر. إذا أنت الآن ستؤمر بأخذ الإيمان، تمتع بكفرك قليلا، إنك من أصحاب النار. لأن التحديد إنما يأتي، أنتم رأيتم تحديد هنا، السياق كل يفهم بأن هنا تحديد، ليس لأنه لا يمكن أن يأتي هذا من المولى، ولكن التهديد إنما يأتي قد يكون مصحوبا، مصحوبا بوعيد مجمل، وقد يأتي مصحوبا بوعيد مبين. التهديد قد يكون مصحوبا بوعيد مجمل، وقد يكون بوعيد مبين. تعرفون الوعيد؟ الوعد في الخير، الوعيد في الشر، في الشر، وعد في الخير او على في الشر. يعني انما يكون هناك تهديد، لا، سيكون هناك شيء تخوف وتحدد المأمور بهذا الشيء. كنا بين التهديد يكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به، يعني تمتع بكفر، التمتع بالكفر المولى لا يرضى بهذا، أليس كذلك؟ أيوه. إذا إنما يأتي التهديد دائما ستجد بين التهديد هذا معه وعيد، يعني عقاب، عذاب. هذا الوعيد قد يكون موجودا، هذا هو معنى قوله مبين، قد يكون مذكورا، وقد يكون غير مذكور ولكنه يفهم، هذا معنى قوله مجمل. عندما يقول المولى كن تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، قوله انك من اصحاب النار، التحديد هنا مصحوب بوعيد مبين. عندما يقول المولى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا هنا أمر عيد، الأمر هنا للتهديد، هناك وعيد مبين. ولكن عندما يقول المولى اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هنا أمر، أليس كذلك؟ الأمر هنا على بابه، ليس على بابه، ماذا يفيد؟ يفيد التحديد. هل المولى يقول لهم أن يعملوا كل عمل شاءوا؟ لا، ولكن إنه بما تعملون بصير. هل هناك وعيد مبين؟ مجمل. إذا ما هو المعنى الآن؟ اعملوا ما شئتم ستجدون أمامكم ما تستحقونه، ما ستجدون أو ستجزون بما تستحقونه. إذا الوعيد هنا مجمل، كل الفهم هذا؟ ها؟ إذا لابد من أن تنظر إلى السياق، أليس كذلك؟ انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم هنا، ما المقصود بالأمر هنا؟ للتهديد؟ لا. لماذا؟ للتبشير ولرضا بما فعل، يبشره أنتم بعد غزوة بدر
بعد غزوة بدر اعملوا ما شئتم من كسرة الرضا به. تجد ولدك جاء بماذا؟ بالامتياز. وهناك شيء كذا كنت تمنعه منه، تقول افعل ما شئت في البيت الآن، تفهم هذا؟ افعل ما شئت، افعل ما شئت. الأمر هنا للتبشير ولإظهار الرضا بالمأمور، تفهم هذا؟ إذا لابد من أن تنظر إلى السياق دائما. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم، ليس إنكم من أصحاب النار، مثل هذا لا يأتي هنا. إنه بما تعملون بصير، مثل هذا لا يأتي هنا. فقد وجب لكم الجنة فقد غفرت لكم. انظر السياق، لابد من أن تنظر إلى السياق وإلى اللحاق وإلى السباق. السباق واللحاق والسياق. إذن الأمر قد يأتي للتهديد. كل فهم هذا، ولكن هل في هذا طلب؟ ليس فيه طلب الفعل، أليس كذلك؟ إذن معنى ذلك أن الأمر ليس على بابي، وكأنك إذا نظرت فيه جيدا ستجد بأنه أمر طلب الفعل، ولكنه في الحقيقة هو طلب الترك. كل فهم هذا؟ الأمر قد يأتي للتمني، قد يأتي للتمني متى؟ أنتم التمني هو طلب الشيء المحبوب، إلا أن هذا الشيء يكون مستحيلا أو يكون بعيدا جدا، بعيد الوقوع، مستحيلا. كقول الشاعر: ليت الكواكب تبنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. بعيدا كقول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا هذا في ماذا؟ في البعيد. أو كقول الفقير المعدن الذي لا يملك فلسا، يعني لا يملك جنيها، ليت لي قنطارا فأحج به. تفهمون هذا؟ إذا أتمنى في ماذا؟ في المستحيل، لكن النفس تعلقت بهذا المستحيل. يعني الإنسان قد يتمنى أيضا المستحيل، يعني النفس قد تتعلق بالمستحيل ويجلس كذا: ليتني كنت رئيس مصر، أليس كذلك؟ هو ليس مصريا، يقول ليتني كنت رئيس مصر. وكذا ليتني كنت رئيس مصر. لا صلاة مكتبة كبيرة لكل طالب وافد، لكل طالب وافد. تفهمون هذا؟ إذن التمني في المستحيل أو في الأمر البعيد. انظر إلى قول الشاعر. الشاعر هنا هو الملك الدليل. من هو الملك الدليل؟ هو ابن القيس. لا يقال فيه رحمه الله ولا رضي الله عنه لا. تفهمون هذا؟ كان عندما كنت أشرى شرح ابن عقيل، كان أحد الإخوة على الشاعر الكبير، أو كنا نشرح البلاغة الواضحة في البعوص، أظن في البلاغة الواضحة أو في شرح ابن عقيل، في شرح ابن عقيل، قال الشاعر يقول: لماذا لا يقول رحمه الله؟ حتى مثلا المتنبي لا يقول رحمه الله وما إلى ذلك.
قلت لأن أكثرهم فسقة. تفهمون هذا؟ هؤلاء الشعراء أكثرهم لم يقولوا هذا الشعر لوجه الله. هذا يستخرج ما في جيوب. إذا بخل عليهم ممذوب يصبونه. إن المذوب هذا يتحول إلى قدس. سيأتي أخيرا يرفعك إلى أعلان السماء. إلى أعلان السماء. وإذا ما منعته حط عليك. يعني ينزل بك إلى حضيض. فالناس يقول قال الشاعر انتهى. ولكن ذكر قال مالك رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي، لأن هذا لا يقول المقول هذا دائما في الخير. المقول هذا دائما في الخير. أما قال الشاعر المقول غالبا في الشر. هذا هو الأصل فيه. هذا هو الأصل فيه. ولكن لا نكفره. تفهمون هذا؟ فإن كنا قد نبديهم أو نفسقهم على حسب ما وجدناه. أنا أستغرب كيف أقول ديوانا كبيرا في غير النبي عليه الصلاة والسلام. هناك واحد أخذ أنت كل هذا الشعر يقال فيه. يأتي إلى الملك أو إلى الأمير فيصفه أوصافا. سبحان الله سبحان الله. ولكنه إذا قال لا ومع ذلك لا تجد له قصيدة في المصطفى صلى الله عليه وسلم. التمني يقول المركيس من قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ألا أيها الليل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ومن إصباره منك بأمثلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. أمر قيس في هذه الليلة كان يعاني ويقاسي الشدائد والرزايا، كان مهموما فيرى بأن الليل قد طال. الليل طويل جدا، لأن يعني الإنسان كلما كان محموما طال عليه الليل، وإنما يستلقي على ظهره ينظر إلى كل زاوية من زوايا بيته. الحمد فرج الله عنا همومنا. آمين. رأيت؟ فالشاعر يقول ألا أيها الليل الطويل على الجليل، يخاطب الليل. هذا الليل يخاطب يقول أيها الليل الذي طال جدا حتى الآن ما زلت ألا انجلي. يعني انجلي يعني اذهب زل انكشف. هو الآن ماذا يتمنى؟ يتمنى زوال الليل. ثم نظر بأنه حتى إذا ما أصبح الصباح الهموم هذه لن تفارقه ستظل معه. فقال ألا انجلي بالصبح ومن إصباه منك بأمثل. يعني الصبح إذا جاء الصباح أيضا ليس أفضل منك إذا استمر. الحالتان سواء. إذا ماذا يقول؟ انجلي هنا أم. هذا هو الشاهد انجلي في الأمر مبني على حسب حرف العلة. انجلي انكشف انجلى. إذا ما الأمر هنا على بابه أو ليس على بابه؟ ليس على بابه. كيف طلب الفعل على وجه الاستعلاء؟ أنا عندما أطلب شيء ما نزلت أنني أرى بأنه ممكن أن يقع، ليس كذلك؟ ولكن إذا كان الأمر مستحيلا إذا معنى ذلك أن الأمر ليس على بابه، أليس كذلك؟ إذا الأمر هنا للتمني، لأنك تطلب الشيء وأنت تعلم بأنه ممكن أن يقع وممكن ألا يقع، ولكن إذا كنت تعلم يقينا بأنه لن يقع إذا لا يقال هنا بأن الأمر على بابه. هذا تمني فقط، تتمنى هذا. هذا شيء يساورك في نفسك على الجن. الأمر هنا للتمني. لماذا؟ لأنه يخاطب الليل. هل الليل إنسان؟ حتى يسمع هذا الخطاب فيمتثل؟
لا، ليس إنسانا. إذن يقال الأمر هنا للتمني. إذن الأمر يكون للتمني عندما تأمر شيئا ليس عاقلا، ليس عاقلا. إذا صار هذا كله اسكت. الآلة هذه أخرجت رنة، أقول اسكتي. الأمر هنا لتمني. تفهمنا هذا؟ أرى شيئا أمامي حجرا كذا، زن أمامي، زن أمامي، هل الحجر يسمع؟ لا. واحد يمر بالكلاب، الكلاب تنبه عليه، تنبه عليه، يقول اسكتوا. هل الكلاب يفهمون ذلك؟ لا. هذا للتمني. يعني إنما يصدر الأمر منك لشيء غير عاقل، إذا معنى ذلك أنك استعملته في المستحيل. إذا هذا للتمني. وأحيانا يكون المأمور عاقلا، إلا أن هذا الذي تطلبه مستحيل. إذا يقال بأن الأمر للتمني. كقوله تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا منها، هم دخلوا في النار. إذا دخلوا في النار هل يخرجنا من النار؟ لا يخرجنا من النار. ولكن ماذا قالوا؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أخرجنا، الأمر هنا ماذا يفيد؟ للتمني. ولكن هل المخاطب هنا عاقل؟ المخاطب هنا عالم أو ليس عالما؟ عالم. لا يقال هنا عاقل، يقول يقال هنا عالم. تفهمون هذا؟ معنى ذلك أن المخاطب يفهم ما يقال. هذا الأمر هنا للتمني. ولكن كثيرا ما يأتي في الشيء الذي لا يعقل. انظر إلى قول المعاري: فيا موت زهر. ماذا يقول؟ فيا موت زهر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. فيا موت، هذا البيت لمن؟ للمعري، أبو العلاء المعري، فيلسوف الشعراء. هذا كان يقال له رحم المحبسين، كان لا يخرج من بيته، كان حبيسا، كان من أسوأ الناس ظنا بالناس. يرى بأن الإنسان أبدا هذا خلق للشر فقط. قل هدرك منهم يا مولانا، سأحسن إليه اليوم، غدا سيسيء إليه، وكأنه لا يعرف. كان متشائما جدا، وكان أعلم الشعراء، كان عالما كبيرا يعرف جميع العلوم، حتى يقال بأنه شرح كتاب السيبويه. وله كتاب في الصرف يسمى رسالة الملائكة. كان يحب مثل هذا. ولو كتاب خيالي جميل جدا يسمى رسالة الغفران. هو يتخيل عشان بأنه زار النار وزار الشعراء وهنالك كل شيء. شاعر كبير تمكن من اللغة إلى حد لا يتصور، ولكن كان ظلم جدا، حتى منهم من ألصق به التهمة فقال بأنه يدعي بأنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، يعني بأنه أراد أن يعارض القرآن. وصاده والله ألصق به جميع التهم، قالوا بأن المعاري هذا زنديق، منهم من كتب كتابا في هذا. أنا أقول هذا كان متشائما جدا لأنه ظلم جدا، ولكن كان يبقى في بيته
يا رب أن البيت سجن له. كون نفسه أيضا في جسده يا رب أن هذا أيضا سجن آخر. السجن الثالث الناس قالوا رحم المحبسين، ولكن هو يا رب أنه كان في ثلاثة سجون. السجن الأول كونه في بيته، السجن الثاني كونه أعمى، كان أعمى والله سبحان الله، أنت تتمتع بالعينين ومع ذلك لا تذاكر، المعارك كان أعمى، كان لا يبصر، إذن هذا السجن. السجن الثالث كون نفسه في جسده، يقول في الجسد الخبيث ولا يريد الحياة أصلا، يريد أن يموت، كان لا يأكل، كان نباتيا، كان لا يأكل الطيور ولا اللحم ولا أي شيء. على كل حال ماذا يقول؟ يقول فيا موت زر، نظر إلى تشاؤم، فيا موت زر، ينادي الموت، فيا موت زر، زار يزور، يعني يريد، يقول الموت تعالى أريد أن أموت، لا أريد أن أبقى بين الناس أو لا حيوانات وهوش، لا أريد أن أبقى هنا، فيا موت زر، تعالى يا موت، إن الحياة ذميمة، الحياة هذه مذمومة خبيثة جدا والله، لا ترى حرا أبدا، ابحث عن الأحرار لا تجد أهلا، الإنسان ذئب على الإنسان، خطر عليه، ويا نفس جدي، يقول لنفسه، يخاطب نفسه، ويا نفس جدي اجتهدي، إن دهرك هازل. الدنيا هذه، الحياة هذه لعب، ثم يقول لنفسه أنت جد في الخيرات، الحياة هذه لعب، الناس اتخذوا الحياة لهوا ولعبا، إذا يخاطب نفسه بأن تجد في الخيرات. الشاهد في كونه فيا موت، هو يخاطب الموت، هل الموت يعقل؟ لا، فيا موت زر، الشاهد في كونه زر، الأمر هنا ليس على بابه، لأن الموت ليس عاقلا حتى يسمع فيستجيب. ويا نفس جدي، يخاطب نفسه، هل نفسه تسمع؟ لا تسمع، هو بنفسه هو الذي يسمع، إذا يخاطب نفسه، إذا العمر هنا يقول جدي، هذا هو الشاهد، إذا العمر في كل ذلك ليس ربابه. ما المقصود بالعمر هنا؟ أتمنى، إن يتمنى ذلك، يتمنى الموت، ولكن كيف يأتي الموت وهو الآن حي؟ يعني هذا شيء بعيد، ليس مستحيل، ليس مستحيل، ولنا أن نقول بأن الموت ليس عاقلا حتى يسمع، إذا مستحيل أن يسمع الموت هذا حتى يزور، إذا التمني يكون في المستحيل، ومظنته أننا نجد هذا الأمر في ماذا؟ في إن مسندا إلى شيء لا يعقل أو إلى شيء عالي، إلا أن المطلوب بعيد مستحيل. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، كما في هذه الآية، كل فهم هذا؟ إذا أتمنى هذا، قلنا طلب أو استلام، نحن ما زلنا في الأمر الذي ليس فيه طلب، ليس كذلك؟ التمني هذا أين ندخله؟ في الذي ليس فيه استيلاء أو في الذي ليس فيه طلب؟ ندخله في الذي ليس فيه طلب، سيقول واحد والتمني الطلب المحبوب، نقول نعم، إلى أنك تطلب الشيء الذي ترى بأنه من الممكن أن يقع، أليس كذلك؟ أما إذا كان شيء لا يمكن أن يقع فكأنه ليس مطلوبا، من هذا الجانب نخرجه، تفهمون هذا؟ وهذا ما صنعه سعد الدين عليه رحمة الله، ولنا أن ندخله في الآخر الذي فيه الطلب ولكن ليس على جهة الاستعلاء، نستطيع أن ندخله في شكل آخر، ولكن أن ندخله في الأول هذا أهرع وأمثل وأقوى مقيلة. إذا الأمر قد يأتي بالتمني، قد يأتي الأمر
نخرج الآن كنا من الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء أو على جهة الاستعلاء. قلنا بأنه قد يأتي قد تأتي صيغة الأمر ولا طلب. انتهينا من ذلك. نأتي إلى صيغة الأمر مع الطلب. لا 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 لم ننتهي أصلا. ولكن السخرية التحقق. الأمر قد يأتي بالتحقق. السخرية والتحكم. ما معنى التحكم؟ السخرية الاستهزاء. يعني قد يأتي الأمر لماذا؟ لتظهر السخرية بالمأمور عند تستهزئ به. انظر إلى قوله تعالى ذقوا إنك أنت العزيز الكريم. ذق هنا أمر، أليس كذلك؟ الأمر هذا ما المقصود بالأمر هنا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل المعنى أن الله يأمر الجهنمي هذا بأن يذوق بأن يذوق على جهة الالتزام؟ هل في طلب أصلا؟ لا يوجد طلب. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هو ثم صب من فوق رأسه عذاب الجحيم. يعني عذاب الجحيم يصب من فوق رأسه ثم يقال له ذوق. ذوق إنك إنما يقال ذوق هذا على بابه يعني إنما يتصبب عليه يقع بعضه في فمه أليس ذلك؟ إذا إنما يقال له ذوق على المقصود هنا كيف يقال أنه لابد من أن يذوق أو المقصود هنا السخرية والاستهزاء. ثم انظر إلى السخرية كيف انتهت. إنك أنت العزيز الكريم. هو يعذب ثم يقال له أنت العزيز. انظر الاستعارة التحكمية لأنه في الدنيا كان يتعزز على قومه ويتكرم عليهم ويتبختر ويمشي الخيلاء. هو الآن مهان رد أسفل السافلين يعذب من قبل الملائكة. خذوه فاعتلوه إلى سواه الجحيم. خذوه فاعتلوه يعني قودوه بعنف بقوة بغلظة لا رحمة. إلى أين؟ إلى سواء إلى سواء الجحيم؟ إلى سواء الجحيم يعني إلى وسط الجحيم. ثم صب من فوق رأسه ثم صب من فوق رأسه من عذاب الحميم. إذن العذاب الآن يصب من فوق رأسه ثم يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. على السخرية الآن أنت تضرب ولدك تقول خذ ترمي ونقل واحدة كده ترميه بالحجر ترميه إنما تقول خذ ترميها كده أنت تعذبها ولكن ما زالت تقول خذ. على الأمر هنا لماذا؟ السخرية. يعني فهمتم بهذا المثال كده؟ الفرق بين السخرية والإهانة. الإهانة والسخرية. الإهانة في مقام ماذا قلنا في الإهانة؟ في مقام عدم الاعتداد والمبالاة. ليس هنا ذوق هنا ليس أنك لا ليس هناك عدم المبالاة لا قريب منه ولكنه ليس هو ليس أنك لا تبالي به لا ولكنك تريد أن تسخر منه. ولكن السخرية من لوازم الإهانة لأنه ذكر هناك إهانة وهناك السخرية ولكن الإهانة غير السخرية. فرقوا بينهم. أنت في هذا ليس أنك أن التركيز على عدم المبالاة لا
التركيز على أنك تريد أن تستثيره، أن تضحك عليه، أنت كنت كذلك وهذا اليوم هكذا. تستثير بأنك في السخرية دائما يكون المأمور قد مر بشيء كان في حالة قوة من قبل، في حالة القوة من قبل، ثم رد إلى حالة الضعف. ولكن في الإهانة ليس أنه كان في حالة الضعف ثم رد إلى، لا لا لا، تفهم هذا جيدا؟ أظن الآن تبين لك. الأمر قد يأتي لماذا؟ قد يأتي الأمر للدعاء، قد يأتي الأمر للدعاء، لأنه الآن في الشك الثاني الآن، طلب الفعل ولكن ليس على وجه الاستعلاء، ليس على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه التضرع والتذلل والخشوع. تفهمون هذا؟ أنا طلبي على وجه التضرع، أنت تطلب الفعل إلى أنه ليس على وجه الاستعلاء، ليس على وجه القوة والجلزة، أنا ترى نفسك مستعليا، لا، ولكنك تطلبه على وجه التلطف والتذلل، تجعل نفسك ذليلا كذا. هذا يكون من الـ من الـ من الـ من الـ من الأدنى للأعلى، من الخالق للمخلوق، من التلميذ للشيخ، من القطب للولي، من الولي للخليفة، من الخليفة للمريد، من الرئيس للمرؤوس، من الملك للمملوك، من الدعاء، نعم، من 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 الأدنى للأعلى، يعني من التلميذ للشيخ، من المخلوق للخالق، من المريد للخليفة، من المريد للمقدم، من المقدم للخليفة، من الخليفة للولي، من الولي للقطب، من المرؤوس للرئيس، من المملوك للملك، من العبد لسيده. حاصل الأمر من الأدنى للأعلى، لأن الذي يأمر هو دون، أنا الذي يؤمر هو فوق. تفهمون هذا؟ إذا ليس بواجب أن يكون من العبد من الخالق للمخلوق، لا، من المخلوق للخالق، لا، ليس بواجب كذا كما يفهم البعض، يظن البعض بأن الأمر يكون للدعاء فقط بين العبد وبين ربه، لا، هذا الكيد هو المطلوب، على وجه التضرع والتخشع والتذلل، أنك تتذلل، تخشع، أنت عندما تأتي إلى فلان، رجل سبحان الله غني جدا، قدم لي 60 جنيها بصوت منخفض في ذلة، هذا يسمى الآن دعاء. السيد هو رئيس، أليس كذلك؟ ولكنه في حاجة، فيطلب من عبده على سبيل التضرع والخشوع، يا رب أنا هذا الذي يستطيع يفرج عنه الآن هو العبد هذا، فيطلب السيد من العبد على سبيل التضرع، هذا يسمى أيضا دعاء، هذا لا يكون أمرا الآن. فما هذا جيدا، وأقرأه في هاشية الشيخ الفداني، سيتبين لكم هذا هنا، هو ملك ولكنه في حرج، فيطلب من عبده، إلا أن الطلب كان على سبيل التذلل وتخشع، إذا هذا لا يسمى أمرا الآن، يكون دعاء أيضا. المقصود هنا هو التذلل والخشوع، طلب نعم لكنه مقيد بالتذلل والخشوع. فعندما نقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فاغفر هنا أمر، أليس كذلك؟ وكفر
توفنا أمر، يعني أمر بماذا؟ بالغفران، وأمر بتخفير، وأمر بتوفي. إذا أمر في كل ذلك ماذا يفيد؟ من الأدنى للأعلى، من المخلوق للخالق، من البشر لرب البشر. إذا ربنا فاغفر لنا، أنت حينما تقول ربنا فاغفر لنا، أنت كيف تكون؟ تتذلل، ليس بكبرياء كذا، تتذلل ربنا فاغفر لنا، يعني أن تبكي، أليس كذلك؟ بالتذلل. ليس أنك تدعو الله وأنت تنظر إلى فلان كذا، ربنا فاغفر لنا، هذا عبد غافل والله، هذا ساهم، كيف يستجاب لمثل هذا؟ ربنا فاغفر لنا وهو يقتل، تتذلل كده. حتى الدموع تأتي بصوت لا يثبت، الصوت سبحان الله غائر منخفض جدا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أنت تعرف ذنوبك يا مولانا، وكفر عنا سيئاتنا تعرفها، وتوفنا مع الأبرار. أنت أتخف في الصلاة؟ نختم هذا يا مولانا، لأنه في الدعاء يا شيخ. تفهم هذا؟ إذا ليس بالشرط أن يكون هنا من العبد من المخلوق للخالق، قد يكون من المملوك لسيده. انظر إلى المتنبي، إنما يقول أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. أزل، لابد من أن ننتهي من الأمر. توفيق. يقول الشاعر أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسنا. المتنبي من يخاطب؟ يخاطب سيف الدولة، سيف الدولة أميره سيده، أليس كذلك؟ ماذا يقول له؟ أزل، أزال يزيل الأمر، الأمر هنا للدعاء أو على بابه للدعاء، من المملوك للملك، من العبد لسيده، من الممدوح للمادح. أزل يخاطبه، يخاطب سيف الدولة، أزل، يعني يقول له أزل حسد الحساد عني، الحساد يحسدونني، لا يريد أحد منهم أن يراني، منهم ابن خالوي، حتى إنه ضرب المتنبي في مجلس سيف الدولة فشج رأسه. أزل حسد الحساد عني بكبتهم بإذلالهم، أذلهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، يقول لسيف الدولة أنت الذي جعلت الناس يحسدونني. كيف؟ لأنه يحبه جدا ويغدق عليه الأموال الخيرات، فالناس يحسدون سيف الدولة لأجل هذا. أنت مثلا ترى شيخا تقول فلان سبحان الله لا نظير له، عالم كبير، فلان عالم كبير، الناس يحسدونه، أليس كذلك؟ من الذي جعل الناس حسادا له؟ قول الناس. تفهم هذا؟ ولكن قل هذا ولا بأس في هذا، واسأل الله أن يحفظه، واسأل الله أن يحفظه لطالب أن يصف شيخه كما يريد، كما يريد. لأنك إذا انبهرت برجل لابد من أن تقول فيه ما تحس به، تفهمون هذا؟ لا مانع من هذا، واسأل الله أن يحفظه، هذا أهم شيء. الناس لا يحبون أهل الخير، الفسقة لا يحبون أهل الخير. ماذا يقول؟ أزل أمر هنا،
من المتنبي لسيف الدولة. إذا ليس لبابي. ما المقصود بالأمر هنا؟ الدعاء. الدعاء. المتنبي وهو يقول هذا لا يقول أمام سيف الدولة أزل حسن الحسن. لا لا أزل حسن الحسن يعني. يأتي سيف الدولة كذا. أزل حسن الحسن يعني بكبته. فأنت الذي سيرتهم لي حسن بصوت منخفض. تفهمنا هذا؟ ومن ذلك قوله أيضا أخ الجودي. أخ الجودي أعطي الناس ما أنت مالك. يقول له أخ الجودي أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل. ما أنا قائل. نختم بهذا البيت. يقول أخ الجود يقول يا صاحب الجود يخاطب من؟ سيف الدولة. أعطي الناس ما أنت مالك. يقول سيف الدولة لسيف الدولة أعطي الناس ما أنت مالك. يعني إذا جاءك الفقراء والمساكين أنفق عليهم وزع عليهم أموالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل. يقول له قدم له أموالك الخيرات التي في خزائنك ولا تعطين الناس ما أنا قائل. الناس يأتون ويسمعون إلى قصائد فقط وأنت لا تعطيهم شيئا. أعطي الناس ما أنت مالك ولا تعطين الناس ما أنا قائل. إذا قوله أعطي الأمر هنا ماذا يفيد؟ الدعاء. الدعاء. ثم إنما يقول أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. ماذا يقول؟ يقول أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما هذا هو الشطر الأول بشعري أتاك المادحون مرددا. يعني إذا جاءك واحد وإذا جاءك الشاعر يقول سيف الدولة إذا جاءك الشاعر وأنشدك قصيدة عجزني. أنت قبل أن تقدم هدية لهذا الشاعر قدم لي هدية. كيف؟ فإنما بالشعر أتاك المادحون مرددا. كل الشاعر يقول فيك شعر يسرق أشعاري يسرق مني. ودع كل صوت غير صوتي لا تستمع لأحد فإنما فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. يعني أنا الطائر. الطائر هذا عندما يصيح أنت عندما تصرخ هكذا أنت الآن في المضيفة تقول زيد. عندما تقول زيد ستسمع الصوت. الصوت رجع الصوت هذا يسمى بالصدى. يقول هو صائر الصوت وغيره يرد صوته. المهم قوله أجزني. أجزني هذا أمر. ودع قوله ودع هذا أمر عين. الأمر هنا للطلب. لماذا؟ للدعاء. وفقنا له جميعا. إذا سنختم هذا في الدرس القادم وندخل كذلك في النحو مباشرة. إن شاء الله وفقنا له جميعا. نلتقي يوم الأحد بعد الظهر في النحو إن شاء الله.